أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة استكمال مشاريع البنية التحتية ومضاعفة الجهود لنمو الاقتصاد الوطني عبر تحفيز قطاعاته المتنوعة ودعمها بالمشاريع الحيوية الاستراتيجية، مشيرا إلى ضرورة الدفع بالمشاريع التنموية نحو مستويات أكثر تميزا حيث لا حدود للإبداع والابتكار من أجل الوطن والمواطن، بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه إن العمل بروح الفريق الواحد يضفي دائما طابعا مميزا على وتيرة الإنجاز، وهذا ما يتجلى في كافة المشاريع التي يتم تنفيذها بسواعد وطنية تحب التحديات وتعشق الإنجازات وتضع رفعة الوطن أمام مساعيها لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار لأبنائه، منوها بأن ما تم تحقيقه في مشروع توسعه مطار البحرين الدولي يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي يربط العديد من الوجهات حول العالم، كما سيسهم في خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين باعتبار المطار صرحا هاما داعما للقطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. جاء ذلك لدى قيام سموه حفظه الله اليوم يرافقه معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بجولة تفقدية في مطار البحرين الدولي للاطلاع على مشروع توسعة المطار وجهوزية مبنى المسافرين الجديد قبل الافتتاح، حيث قام سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بإطلاع سموه على ما تم إنجازه في هذا المشروع الحيوي بناء على المعايير الدولية وبأحدث التقنيات المبتكرة المتماشية مع أفضل الممارسات البيئية المعتمدة. وقد وجه سموه ببدء العمليات التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد ضمن مشروع توسعة مطار البحرين الدولي في 28 من يناير الجاري. يذكر أن مشروع توسعة المطار يعد أحد أضخم المشاريع الوطنية التنموية وأهمها في قطاع النقل الجوي منذ أكثر من 20 عاما، إذ يضم المشروع مبنى جديد للمسافرين تبلغ مساحته 4 أضعاف المبنى الحالي بطاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر سنويا، وعدد من المشاريع المرتبطة به كمجمع المرافق المركزية ومواقف للسيارات يبلغ عددها الإجمالي 5500 موقف، كما تبلغ مساحة الأسواق الحرة 4 أضعاف المساحة الحالية، وصالتين للاستقبال والضيافة للمسافرين على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، ومبنى للطيران الخاص يقدم خدماته لرجال الأعمال وأصحاب الطائرات الخاصة، إضافة إلى بوابة أمنية مركزية ومبنى خاص لخدمات الإنقاذ والإطفاء إلى جانب حقل لوقود الطائرات. من جانبها أعرب سعادة وزير المواصلات والاتصالات عن عميق شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص ومتابعة مستمرة لتطوير القطاع اللوجستي كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية بمملكة البحرين، والذي يأتي مشروع توسعة مطار البحرين الدولي ضمن أبرز مشاريعه التطويرية، منوها بأن ما تحقق من قفزات في قطاع النقل الجوي يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى إرساء ركائز اقتصاد أكثر استدامة وتنوع، مما يشكل قوة دافعة رئيسية لقطاع التجارة خاصة في ظل النمو الاقتصادي، كما سيدعم نمو قطاع السياحة والسفر لعقود قادمة.
يشكل تدشين مبنى المسافرين الجديد نقلة نوعية كبيرة في قطاع النقل الجوي في مملكة البحرين، كما يعد خطوة واسعة في مسيرة المملكة الحثيثة نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والاستدامة، كما سيؤدي دورا جوهريا في تحقيق رؤية المملكة الطموحة الرامية إلى تبوؤ مكانة رائدة في القطاعات المالية والثقافية والنقل الجوي على صعيد المنطقة بأكملها. ويمثل مبنى المسافرين الجديد درة البرنامج الضخم والشامل لتحديث مطار البحرين الدولي، والذي صمم خصيصا للارتقاء بالمكانة الاستراتيجية للمطار وتحفيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وهو ما يتفق مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتتميز المنشأة الجديدة بأحدث التقنيات المتطورة في صناعة الطيران وعلى المعايير العالمية في مجال البناء والتصميم، إذ ستضمن استمتاع مرتدي المطار بتجربة لا تنسى تتسم بأعلى مستويات الأمان والراحة والرفاهية، إذ أن مبنى المسافرين الجديد أضخم منشأة خضراء في مملكة البحرين تحصل على الشهادة الذهبية للريادة في مجال التصميم المراعي للبيئة والطاقة، والتي تمثل أيقونة عالمية للإنجاز في مجال الاستدامة. وتبلغ مساحة المنطقة المخصصة للسوق الحرة بمبنى المسافرين الجديد 3 أضعاف مساحة المنطقة الحالية، وتتضمن 30 علامة تجارية رائدة تدخل السوق البحرينية للمرة الأولى، بالإضافة إلى مجموعة أوسع من منافذ التجزئة والطعام والمشروبات. ويضم مبنى المسافرين الجديد فندق وسبا مطار البحرين، والذي يوفر للمسافرين العابرين مجموعة متنوعة من خيارات الإقامة ومرافقها، وفي الوقت ذاته يتوافر فريق متخصص من أمهر خبراء الرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية على مدار الساعة في عيادة المطار. ولضمان استمتاع المسافرين بكرم الضيافة البحريني الأصيل، يضم مبنى المسافرين الجديد صالتين للاستقبال والضيافة، إحداهما لمسافري درجة رجال الأعمال على طيران الخليج، والأخرى هي صالة ذا بيرن التي تقوم بتشغيلها شركة هالة بحرين، وتخدم مسافري الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على شركات الطيران الأخرى، كما توفر شركة هالة بحرين أيضا مجموعة واسعة من خدمات الضيافة رفيعة المستوى. هذا وسيتيح المطار لجميع مرتديه حتى مسافري ترانزيت متعة اختبار كرم الضيافة البحريني الأصيل، إذ يضم سوق القيصرية الذي يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المحلية ومنافذ الطعام والمشروبات والحلي البحرينية، ويشمل أيضا معرضا فنيا ومسرحا. وبالشراكة مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، سيقدم مبنى المسافرين الجديد طيفا واسعا من الفنون الإبداعية والعروض الثقافية والتراثية البحرينية التي تسلط الضوء على تاريخ المملكة العريق وإرثها الثري.